هو ورايا، قلت الحمد لله ما في ولا حدا. قوم قوم على البراد، قوم. اقصد شيء غنينا ومثلنا. انا عملت المسج. ايه يلا ما ادري. واصل صوتنا لفوق عامل ايه؟ شلطيمه وزلطيمه. شفت ليش بتضحكوا على تبع تبع ما بمشي عم تغني. الان اقول اغني الان اقول انا ما عم يغني الان اقولي قولي. ضحكوا كله رح يضحك انا ومين يا عم مسخرة المسجد يا اخي 100% مسخرة لا حلو حلو هو المسخرة بيطلع حلو كيف الاغنية اول واحدة انا لما غنيت حلو حلو ماشي لا 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 ما عجبتني مغنيها قرار واطي غنيتها قرار يا سيدي منيح ما غنينا بالاخر مستحيل كنا غنينا كيفاش عملتوا كيفاش؟ ها؟ ايش عملتوا؟ ان شاء الله ما ان شاء الله بنفوت ان شاء الله بنفوت ان شاء الله بنفوت كيف كانت هير اي ام؟ وهير اي ام صباح صوتي تعبان اعطيني صوتي تعبان تطلع هيك يعني شو غنيت انت؟ اجنبي؟ قول عيونك انت يا حلو وهيرو شو اسمه؟ هير اي ام ضحكوا حسين ركزي ليه ضحكوا ركزي ما بدي اتكلم انا مو على ضحك انا لا لا ركزي 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 ايه مشان الماسك بسرعة يلا يلا عن شرف التفاهة يا ريتني ما دخلت الأولى يا بنتي عادي والله والله يا ريتني ما دخلت الاولى بجد انا غلطانه مش حاجه مش كبيره والله العظيم حسيت فيها انا بسمعك برا والله غنيت كتير ما مش حاجه منك يعني عم عارفين انت مين يعني كيف بتغني بضحك قولي لي بس عشان ارتاح عشان خلص تبيها بعد ما تطلع خلص بعد ما تطلع غنيتي كويس البريث اثر شويه بس مش كتير لا 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 بس في الطريقه كويس بس في ايه بالظبط ايه في ايه شوفي سكري للاخر احسن انه يا ايه بساليها بعدين تطلع تحكي فوق بتطلع تحكي خلص خلص سكري عندها انا قلت غنيتي واحده سكري ما تبينيش ان انت واحده هم نفسهم قالوا لي ان النفس عشان انت كريسه قوي شلوني ماي تبيني بالمره ايوه هلا لما تغني شوفي اسمع البسي الماسك وبعدين حطي هذا فوق مين حيغني انت ولا انت الاول خليكي اه حتغني الاول طيب افتح عادي بقى وقفي تحت على الدرج مشان تفوتي على مهلك لما تيجي تحطي الماسك حطيه وبعدين سكري هادي خذي خذوا وقتكم ما تلبكوا ايه عادي عادي عارفة عملت ايه جنب اسمك عملت سمايلي فيس اخيرا تسحكي بقك حتى مدمري قالت لي ايوه بدها تنطق باللجنة تحت بدها تنطق اغنيتين صح؟ خلصت الاغنيه ما كانش بقى الهدوء كان عامل هيك بس كان حلو كان يعني الماسك وقت الماسك كان مبسوطه اول مره كنت مرتاحه هيك في الاغنيه تحت الخوف كان كتير قليل الحمد لله يا ربي دخيلك على المشهد يا ربي دخيلك يا الله سامحني يا الله سامحني ان شاء الله انت ايش سويت يا رب سامحني وين هون يا ريت الناس النهارده ان العيون تعرف تخون بالشكل ده يا سيدي كأنه واحد حامل كان وولد وخلص نفس الشعور يعني تعال باشا
هذا شو هذا الزباين هون؟ واللي هدفني الكلب وانا زتيته. نحن ما كترنا حكي، ما كترنا حكي. الكلب لا تعال تهديه. حلو 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 عم تطلع وشو شو انا كنت عادي مبسوطين. غنيت قرار كثير واطي بس غنيت. المغرمه فيا اللي هدفني الكلب وانا زتيته. بس احلى شيء لفتني بالاخير شرف يما شو قلت له انت عجب لك يا ابي شيل جبل مش الحال مش هيك شو شو رجال مو على اساس انه انا قاعد اغني اوكي انا مسوي هو على اساس انه معاه جاكيت فاساس معلم جاكيت معلم ولا لو يرقص وانا اكون ماشي وراه اشوفه وامشي من وراه واستهبل واقول شو بو هذا مجنون يتمتع شو يتمتع وما ادري ايه هو يحكي وعيد كلامه انا اوكي شوي يقول هلا بدي البس الجاكيت اسوي مقلب بشو اسمه شلاطيمه اللي هو انا اوكي لما يقول انا اسوي نفسي خفت بعدين امسكه من ورا زلاطيمه صوت معلمي زلاطيمه اوكي بعدين اخليه يشلح هذا وانا اللي اسوي فيه المقلب فهمت انا اسوي فيه المقلب وفي النهايه في النهايه اغني اغنيه وكل شيء ما انا شايل الماسك وقاعد اغني اوكي شايل الماسك وقاعد اغني وما ادري ايش لما هو يغني اقول له بدي اياك تغني يغني هو اقول له مو هيك غنوا اضربه واشيل طبعا يكون اوريدي مشيول الماسك واصير اغني انا اوكي بعدين انسى وانزل الماسك اقول هيك بيغني زلاطيمو يشوفني يعرفني يقول زلاطيمو ويطالع في نفس اللجنه ويرجع فين الله لا يوفقك بصير يركض وراي واصير اركض انا واسوي دائره وارجع لميشيل جبر اقول مش الحال ميشيل شقر لك ميشيل ارجع ميشيل شقر لك ميشيل جبر ضحك لا اما اللي حشش الضحك ايفون وديع واللي صار لما قلت له الان قوليها تعب قولي احبك فيها فيها طبل بقى الشي الجمال ممكن تلاقيني بقطع طرق فوق الجبال في كل حته حتى تروح تلاقيني بتفكير